مر لبعض عن سلام يا أنت تسوء يا ستون ماشي فريدة أو ياشي خيارتي ماشي فريدة ما هو سلام يا سلام تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الكو واحد متحد إنه روسي هاي ضياره راه اللي أنا وين عم بدي مرة به لكن وشيد هذا ما أنت أنك هذا اللي هوي وحلي واحد من أوجي رجل أوجي هاي شيك شيك ما يبالي وهذا الكو مرة هي ما أنت لازم يلحقني قف وهذا كور حسود دورن شفت أن صود دورن وهنوك أنت إيوه والحرب إنما أنا وحكو دورن هل كاس تقول يعني نبلك وربه إن منك الدور إيوه هقول هذا لباس بعرف أنت حوجي إذا مريا وحن كل إتقان وهذا فعله اللي قلي مايو وحن كل يا وحوي أمني يعني بتقولي ودن إن اللي بتشو أيضا أمد الدقيقة نبدأ يا أمني يا ولا اللي ما الدقيقة حمان يا أولاد ما الدقيقة وأقولوا ببرا وأقولوا بابا ساس إن العلاليو مدان كره ولا بد عسر ريمون هدان أنا سفير إنه سو أجنبي وحى آدي آد بقول فيه بقول سودوين إن قف يقط أنت أنه نور بنك وربه ودورت والله هبل بال دورتي هبل بال غسلي هبل بال عيلة لو فلسي من أنا لوري بنان كاتيل ليه قف يقط بان أنا وتاجر سناي ولا راح يديدنا وحالين ولا يالقات أيضا في أنا بريبة أيضا بحكوه لسان أنا قاعد ندورن إنه سمد ويدتك لك هدوني يقول لك دتك هدوني وعرمنا إن أرنتاس إذا كنت مدلقة هاتان قال لها سوء يرباتي يا حبن ما أنت مباهنين وحك الشيخ شيخ نمر منه وعوي ولا ليالو سيدا أسبان أنه هاتان هنا قبل مدك بانو سلقرني لبدا أرموت إنا قادنو مدى أه طفيه أوت إنا قادنو إنت أسبان باق إذن خدرينا بعد الصلاة الشركة موحانو قباني أدانا أضياش قبل كمذك لور قضب متكوّر ريا قبل كمذك حكت الشيء كرا أضياش قبل كمذك شوقة تسوى قضب تنقل بوتلان وحلو أس أسي إن لغارسيو دور شقف إي عود أه سومالي وين أو أي نشيغانو إن أي نون نهاي إن لو هو يدي سومالي أي نون نهاي إن أي نقود دايات مدحوين كستنا وحبالن قادة يي وكود دارن يي إن لغارسيو قف إي عود مدحوين كستنا ويسكود داي چري runtii Puntland degmooyinka 13 goob doorasho baa doorashadii laga sameeyay kusalada lagu dhisay aru waxan kamid ahaa odayaasha xubnaha konsulka wax ka soo firmeen jiray waan ka raystay waxa loo guuray qof kasta inuu codkiisa wax ku doorto iyadoon caadifad iyo qabiil midna la eegaynin arintaas ay Puntland u gudubtay oo loo dhaqaaqay in Puntland doorashadeeda baarlamaanka iyo madaxweynaha ay ku xigeenkaba lagu doorto waa mid aan inta ka soo shaqeynayna waan u taaganahay taas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan fariin faro nimanka hubaysan Puntland magaalo madaxdiisii weeraray qaxiyay ee dhibaatooyinka ka geystay waxaan u farayaa inay qoriga iska dhigaan doorashada ay galaan nin kasta cilmigiisa iyo aqligiisa iyo dadnimadiisa iyo rabitaanka reer Puntland buu ku soo baxayaa ki dadka shacabka aan aqlabiyad ka haysanin oo isla doorasho ku helmaysid waxaan odhan lahaa dalka dhibaato iyo fidno ha ku abuurin hal qof oo dhintay iska daaya dhiigga islaamka ee dhulka ku daata ilaahay wuxuu ka jecel yahay inuu adduunka rogo dhiigga walaalaha iyo dadka muslimka iyo dadka reer Puntland yaan kursi lagu raadinin taasna horta waa fariintaas weeye waxaan leeyahay Puntland way israacday dadka tirada yar oo dhibaatada ka geysanaya inay ka haraan arintaas waxaan ku soo gabagabeynayaa
إكاكتيسة حالة دي هالكاس مريسي ما أنت صدح سنة كبعدي اللي يراه هذو ورقضال نوهر ورسوم عادة إيام أوعى أرنتها صدالك إيضادك كتاهي منك الدالك وحكي الدون هي ومستقبل يتريتان كربو بل شرفت الدالك إيضادك أرنتها سنة أوعى كتاهي تبو فيري هاينا داوعي سمعت أنا وحولي وحنا أنت اللي دون هي يوحى شرفتها إنه وضلالنا كل جن وضلالنا هاي هذه نقصة نقول عدنا كل جن إنه لا ده ويكلويه وحنا من أنت اللي هلا قدر يو ضط يضل كنا يان لك فين محل دو واحد وياك تيم أنت نين بهداية تجيل وقف يعض يقف يحبط بس أكتاجن مقاف يعض بين دورنا يصير هذا رانو كلا كنا بتجلا كلا نبتجلا مسقف يا حبط بين قادرنا قيل هذا هذا بحي سي قيل أنت إذا يوحي قف يا حبط بوقت ورقف يا عادي قف يا حبط بين يالله قف يا عادي نقادن سياسيين ترى بطلان وحن كجب هي هذا الكي وحن إذا كعد صار إنه إذا لين خير ك جدال يان لهري هري نقول أدب مهتم سلام كبعدي وحير waan badnay baan rabnaa halkaan ayna baan isku nimid inaan ka hadalno doorash xilli waxa la gaaray xilligi doorashooyinka baa la gaaray dadku dad badan baa hadlaya qof waxaana Soomaalidu tiraahdaa kabgantaale ninba meelba iska tustaa anagu hadaanu gobolka mudug joogno oo odayaashiinahay oo waxgaradkiinahay oo aqliga gobolka mudug ma kala maqna waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynaynaa una hambalyeynaynaa qof iyo cod maslaxada ummada ku jira qofku inuu qofku rabo doorto qabiilkii baa looga baxayaa oo qabiilkii isnacay baa isu soo noqonaya haddii alla ku roon yahay adduunka baan na taageerayo dhaqaaluhu nagu siinayaayo horumar baan ku helaynaa Soomaaliya inteeda kale hormuud baan u noqonaynaa haddii ilaahaydmo markaan qof iyo cod wax ku doorano sistemkaas u guurno axsaabta Soomaaliya inta kale hormuud baan u noqonaynaa waayo ismihii hore oo Soomaaliyeed markii dawladda Soomaaliya burburday maamulka ugu horeeyay oo la dhisay Puntland buu ahaa dawladdii dhexe oo federaal oo ahayd aan ahayd ku meel gaarka ahayna heer Puntland baa aasaasay oo soo celiyo madaxtooyada ku celiyay haddeerna waxaan rabnaa inaannu dalka iyo dadka qof iyo cod u horseedno haddii ilaahaydmo ayadaan soo dhaweynayna ayadaan taageerayna ayadaan garab istaageyna haddii Allaah idmo cidda u aragta dhib inay caqabad cidda u aragta inay ku tahay dalka qof iyo cod kuma aha qabiilkiiba u liitay waayo qabiilooyinkii waxay taagneyd inay burburaan inay kala dhintaan inay kala fogaadaan laakiin kani qof walba qofku rabo dooranayaa qof walba qofku rabo waa xor weeye Soomaaliyeena waxa weeye hoggaan baan ugu noqonaynaa waanaana la ku dabafaylayaa haddii Allaah haddii noo hirgasho Ilaahay noo hirgeliyay annagaana la ku dabafaylayaa dadka qeylinayaana waxaan leenahay iska daaya qeylada dalkiinana dhibaatada ka daaya doorashadana caqabada aad rabtaan inaad u samaysaan caqabadaha ka daaya lama idinka yeeli mayaan leenahay laydinka yeeli mayo caqabad laydinkuna raaci mayo xabad aad soo qaadataana wax ku dheefi maysaanin ceeb iyo magaxumo iyo ilmihiinni iyo islaamihiinni iyo aada xabadaysaaniin ceeb iyo magaxumo aa idinka raacaysa iska daayaan leenahay ku soo dhowaada doorashada u hoggaansama haddaad wax ku heshaan wanaagsan haddaad wax ku weydaan wanaagsan la shaqeeya ciddii kaloo hesha waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxay odayaasha isugu yimaadeen oo odayaashii horoo hadlay ay sheegeen iyo qodobadii wixii shirkaas ka soo baxay qodobadaas ay ahaayeen kulliga yar aan raacsanahay intaas waxaan ku dari lahaa
walaalaha iyaga ee mucaaradka waxaad xaq u leedahay inaad mucaarad noqotaan mucaaradku waa shay sunna ah loona baahan yahay laakiin sunna wuxuu ka baxayaa marka xabad iyo khalkhal siyaasadeed la yimaado iyo iskoorkan dadka kulligaan way wada garanaynaa walaalayaal wixii ka dhacay garowe wixii ka dhacay boosaaso waynu ognahay dibaha ugu celinina ehelka reer Puntland oo dhibaataysan sixir bararka iyo waxay soo mareen inaad gadaal ugu celisaan dagaal dadku inuu ku rabi mayaan inuu kuna jeclaan mayaan inaad xabad abuurtaan waxaan oran lahaa tartanka wax ka gala layni kama cilmi badna layni kama fiicna ilayni kama jecla wadada qaada nidaamkaas xisbiyada badanna idinka nasiib baa jira horta nasiib aydan lahayn ku guuleysan maysaan laakiin qof walba waxaan oran lahaa inaga daaya dhibaatada wadadaas aynu qaadno idinkuna dib u eega dhibaatadii khasaarihii naf iyo maal balaha waa ka dhacay boosaaso iyo garowe haddana dib noogu celinina waxaan idin leeyahay walaalayaal aqalku ha shaqeeyo nolosha ha shaqeyso xabad laynu ku rabi mayo kala furfur laynu ku rabi mayo laakiin siyaasad dabacsan baa laynu ku rabaya marka waxaan oran lahaa garta wadada saxda oo ah inaad tartantaan oo nasiibkiina tijaabisaan halna ogaado oo waxaan ilaahay idiin qoray arki maysaan ilaahay baa lux maqfuur laakiin ceeb iyo dhibaato iyo dil iyo agoon ha raadsanina anigu intaasaan in oran lahaa madaxweynuhuna hadduu na soo gaarsiiyey qof iyo cod in la raaco nidaamkaas aad bay u fiican tahay madaxweynuhuna uusan isagu wada gaara marin nidaamka saxa uu sameeyo oo waxyaabaha ay ka baqayaan in madaxweynuhu sameeyo intay sheegtaan yaran waxaasaan ka baqaynaa oo u duugan inay sheegtaan si dhabaad u sheegataan taasaa habboon marka waxaan qabaa in maaragtay waddanka nabadiisa la ilaaliyo midnabadiisa la ilaaliyo sharaftiisa la ilaaliyo lagana taxadaro waxa imanaya wiilasha la tuuta angashanaya iyo tuuta angashanno walaala tuuta waxba inooga keena tuuta dadka inooga baahan cidda tuutada inooga baahan waad ogtihiin cidda dagaalka inooga baahan waad ogtihiin inaga daaya dhexdeena dhibaatada iyo furfurka reer Puntland gartana wadada dhabta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasan oran laano waxaan leeyahay doorashada 33 degmo weeye Puntland 33 degmo 30 doorasho xor iyo xalaal baa la qabtay 3 degmo baa wada ognahay diiday doorashooyinkii in la qabto oo isku khilaafay Puntland waxay maanta diyaar u tahay doorasho qof iyo cod oo xor oo xalaal muddana kusoo taamaysa kusoo maxaa kula dastuurkeeda ku saleysna laga soo shaqeynayay 2014 sidaas oo kale u fashilantay oo meela ka fashilantay hadda idaas fashilaysay oran mahayo macnaha ma aan oranayo waxaan leeyahay ragga siyaasiinta oo mucaaradka Puntland sheeganaya hadday rabaan doorasho iyo in la doorto ay matalaan ummada ummadu xor ha u doorateen ha raaceen habraaca doorashooyinka Puntland oo ku saleysan qof iyo cod oo ay gaadhay ha ilaaliyeen horumarka Puntland ay gaadhay oo wanaag ka muuqdo Puntland isbeddel weyn bay gaadhay intii Saciid Cabdullaahi Dani uu joogay maamulkii Khaatumo waad ogtihiin gobollo la haystay buu ahaa oo xoog lagu haystay oo sida Falastiin oo kale dadkeeda loo leeyahay way soo laabatay oo gobolka waxaa ka mid ah awal gobolladii Puntland gobolna hadda waa soo laabatay gobol waxa noqday maamul leh doorashooyin xor iyo xalaal baa ka bilowday oo 33 degmo baa waxa maxaa ku raal la doortay isdooratay oo 12 subaxnimo ilaa 12 maxaa ku raal magribnimo doorasho u taagnaa doorashadaas oo si xor u dhacday oo nabadgelyo ah waxaanu doonaynaa mucaarad haddii tihiin ayada inaad ku imaasataan oo maalinta maxaa ku raha leena ku doorto ama wax ku heshaan ama wax ku weydaan cidii isku dayda Puntland khalkhal inay geliso oo meelo kale looga soo adeegsaday oo doonaysa mucaaradnimadu ay tahay mucaaradnimo Puntland burburinaysa mucaaradka Puntland meeshu mari jiray baad maraysaan meeshu awal hor u mari jiray baad maraysaan intaas ayaa leh mucaaradka maxaa ku raha Puntland waxaan nahay odayaasha gobolka mudug iyo waxgaradkii iyo aqoonyahankii waxaanu isugu nimid
أرمها دور شوين كي يلاقوه رحلة هيو مع المهان هو شو السعودي أو يكده السعودي جو بنت اللام لحد هذا ما يلبضنا ولاقها اللهي رجيم كسنة وحى مسؤول كا دتك تشوجا بمسؤول كا أو كهذا الكرا دناها هذه سياسة هاي هذه دنا كلام تهايبا وضيع شيء وحجرت كتشوجا بمسؤول يدود صارن تهاي شو مالك على كهذا اللهي مجو آمن كران ثلاثة أيلة هاي مسير كودن كا وضيع شيء حلكو يسارين يهين أدانوا أنها قبل كمدو وحانوا تاقر سنها تستور كبوت اللان الكل شي سي سقاشاني سيديد دي مركي للإسهي كاسو أه لاد دورت مركي هوري عبد الله يوسف إنو صدح صنو دور شكو قارسيو كبعدنا ننكي كرسي غفورة أو قارسين واي إن طفي عضل يسكو دورتو دروفتنا أي كانتي مركز تأي دورش اتمادو إن مدحوينة كاستمركو قاري واي اللي يا صو حلد هلا فيتش صو حلد دي وحي النافت النقسو السيبي مركي حسبيار شابضان لسميي والله دورتي كل هالديقانك آدي يا آد بانارين كاسو بوغادي شرف بيبوت اللام كو يالطي داتكي باكو كالان نبات قلي صو حلستو بالي هو ساحة تاكو كالب انتاي سببتو حوهي قفو البقل بقو جبصدي كرسي آن عدنا الديقين وضي الله عدب فرليو مركا شرفتو وحين لوغو جبتي انا انو قفي عد دورانو وحانا قارسي سي دولد دان هادا مسؤولية دو ساران تاي ومدحوينك اي هاي سيد عبد الله الدلي والغد يقو آنكي آن اخرين هيا هادا شروينة شركة وضا تشيغة وضا ياشا قبل كمدوك باق وضا ياشا قبل كمدوك شركة وحو بغادين ايا دوركي دولد دا حرينتا قبل دا اسي خاتمو نباد دا لنبرلبو نباد دا ان لا اتكيو معارض ايو محافظ با لنبر صدح وحا قبلك مدو قدون سدي إن دلكو كا قورو نظام كي حلستا ونا قورو قف يعر لنبر أفر وحا نغو باقينا مشرحين تا عدكا شعبكا هكو كرسونادين هنا هو جان سمين تستورك ذلك يو راعى دور شوينك ذلك ويلا لبرلح أضياشا قبل كمدك وحي قوان كو قارين أن يدون يان حسلوني سياسة ديت أي سنة ربين دقال يو خلخل سياسة عدي كو حد قدبتا نبدا يحسلوني دانا اسكو ميل لوغسو ودا تشين سنيو سلاسا وقبل كمدو ياشي سيو حقرت كو انكو قارين وان نظام كالدولي قاهو سحضا خلخل مباهنين يقف حبط وحكو دون هيا